لاعب جديد باغي كرتك بمرة يروح فوق. ايوه عمي مقالب والله عندنا ذاك مؤثر مال خوف داخل هلاك بو صلعة. ايوه تو خلص سوي له مقلب شوف كرت مالك كيف. عندي شيل وديه مو تسوي خلي علي بس. والله جيب مطارة المي جيب. انت لا تسوي شيء سوي شيء يعني ويش انت يوم تقوم النوم وش تسوي؟ اغسل له. ايوه تو انت غسل له هو نايم شيله خلا لا صلى عزيز كيف؟ طلع صح المي خلاص بوريك انا لا انا اللي اخليك عزاز انت اوكي صح ما اعرف عذابي بعدك كيف اي عذاب عذاب الجديد بو مالك سلامان كيف نقول بنتمشى استاذ وش الجدول هنا جدول مو غدا حبيبي ترى الحياة هنا ما بس غدا وعشاء وريوق تفكر كذا جدولنا ايوه لا شيء هناك دنيا خضار قبال وذا بعرف ويش جدول غدا حبيبي اول روح تسبح تجهز بعدين نحن نشوف وش جدول اول روح نتمشى شوية زين خلاص تخلي سبح لا امور طيبة شيل ودي فهمت لا والنبي شباب ايه خلا لا بل نطلع لا تجهزوا ماسي انت عقلنا لا زي خلا لا بل جاي نستانس زين جاي نستانس ما اختلفنا خلا بل نطلع اقولك اذا بتعيش الكآبة وبين ارجع مسقط 4:30 لا روح ارجع مسقط سويو لا انزل شيل من مالك حبيبي ما طاعت تشتغل زين حبيبي دفعوا من عندكم بطاقه ما تشتغل بطاقه عندهم نظام البطاقه ما يشتغل. زين انت دفع من عندك ما عندي كاش زين كم ذا العصير بسرعه عبدو يا خلا لا اسرع الكبير لا ايوه 9 9 معزوليه لا صير لا صير العادي ذب بثلاث فتقات هو ب9 تريد صغير بريالين الكبير ب9 انا بروح ها اي مره وبصور لك من هنا في انواع طلع 13 دوك هذا الكبيره بثلاث فتقات لحظه كم لحظه هذا قبل شوي قال 9 انت 13 مالك تستاهل فاتوره هذا ما مالنا مكتوب 20 ما 20 ما هو اي بساط اوه مكتوب حصير وينه لحظه ايمن اقرا انت جيب حول ولا جيب كاش مو حول ترى دفعت له جيب له ما دفع هي ذا مال قليه جيب ولا فاتورتنا والله العظيم ما مالنا ذي اقسم بالله العزيز تو مالك اوه لحظه خوز يا جماعه اللي يفهم انجليزي الشيمه خبروني ذي مال بساط اوه والله خوز يدك خوز يدك يا ربي مو انا بقمرك يعني لا حاشاك انت ما فاتوره جايب لك حبيبي ذي فاتوره قديمه لقطنها من الارض انا بشيل الحصول ماسي جيب ارجوك سال روح تو مالك ماسي جلس اذا ما بقطعتوني بكم بكم لا اذا ما بقطعتوني لحظه بكم 13 ونص اوكي ايمن شيل البساط شيله خلي بيسه ايمن ايمن سرع فضيحة لا مو فضيحة حريني بيان والله العظيم 13 ريال لا 13 ايمن انا احب الفضايح تحب الفضايح انت كمايل ايمن ما مشكلة اقول لك هدي الفاتورة خليها ما مشكلة علي خلاص انا بحول لك خلاص انتو بحول لك اياه بعدين كيف بتحول لي؟ تو من اللي دافع؟ تو انت انا دافع ما فهمت انا دافع
ترى هو دافع. إذا وكيف تحول اللي قلت ما بترجع له؟ زيت هو دفع 13 ولا 9 ريال؟ ايوه انت قلت 9، انت قلت 9. في انواع وانا جايب الكوليتي في هذا ما 5 فيه، ما ريالين فيه، ما 9 فيه. شوف الكوليتي، شوف ريال ونص وقف عليه. شوف الكوليتي، شوف خلا خلا اوكي صدقتك. خله شوف خله صدقتك. هذا النوعيه واتر بروف حتى يعني لو كان سنابه فوق الجبل في المبساط صح؟ في الحشيش صح؟ مال سوق نايف، مال سوق نايف اللي ما يخلوك جروب كامل يجلس فيها. ايوه يجلس فيه؟ خلاص بس بنطلب من ذا المطعم. يا دا تعالوا نزلوا وسيم جلسة حتى تنام. ما مريح فيه قطن وامو؟ مريح لازم مريح ريالين حدا. في طبقة في طبقة زين زين ما ادفع. لحظة ما ادفع. انت بتعطي لا انت بتعطي ولا نسأل؟ اختصروا لي بتعطي ولا بنسأل؟ خلا بنتغدى. اوكي خلاص بتعطي لا زين. هو الفضيحة في من وانا عادي اقولهم ما اريد. شايف الكواليتي اخوي زين الفضيحة فيني انا. اذا هذا ب 13 فعلا فمعناته استغنى. هذا ما هو مو يتمشرة يطلع على الحب بترجع صح؟ بتاخذ الكواليتي اللي تعبان مو فايده احسن. لا ما نرجع، رايحين نسال بكم بس. ما رايحين نسبح فيه ولا الفير عبدو، رايحين نجلس زين ابي في نوع ريال بنفرشه عند الحوض مالك. قال البرد 9 ريال هذا البرد. لا هذا ب 13 على الباربيكيو عند الحوض مالك. باقي ساعه ويأذن ونفطر بعدين. لا تنسى خلاص انا بايام 5 ايام تخلف بعد شيء ولا خلص من ننظر بماي بنصفطه هناك عند الحوض. هذا شيل شيل بيتك كله باربيكيوتو في الشتاء. مو لحظه لحظه ليش ليش زين ليش ليش تحاسب ليش متحمس؟ لسه مرتاح خلاص كليت. خلود امن في خلود ولا فيك. ها خلود لا لا تشتغل بعشوائيه، خلي الشغل مرتب. زين عارف لنا كم ترى المبلغ؟ انا عارف انه زين ما مشكله خلاص تعرف لنا. لا جيب 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 خبلنا مايا. خلود تعال تعال كم هيا 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 الفاتوره هيا هيا تعال تعال ايوه 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 لا تدحر عينك لا تدحر عينك. هيا الفاتوره هيا لحظه 34 ريال 34 ريال و300 بيسه. هيا هيا 34 300 علي تي وحده ايش خبيثه. خب خب جيب الماي جيب اعطي 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 ماي اعطي. يوصل يوصل يقول لك خالد نسوق لك حل ما نحياك ونقسم الكينزا. فهم علي؟ انا بنقص مال الكينزا خلي انا ما يهمني. المهم 34 و300 ايش الهلس. انا استويت معك صريح ما عجبك جيتك. ها ما عجبك مو يعجبك. عزازي رايك في ذا الثنينه؟ خبيثات هذول الاثنين. ها جديد مسكين بعدك جديد وخيفة وحدش ايه ولد صغير. لا حرام اوكي اوكي مو دخل خبيسات مو دخل مو دخل لابس اللي ذا الطقم ايه ها قابي استلم ناخذ الجدول. لكن اقول لكم مو نروح تنسوي قلت لك غلطانين غلطانين اقل يعني غلطان. لا لا زاد كيف سهل؟ مو سوى اشوف هين هين الفاتورة. انزل هين هالفاتورة. لحظة كيف غلطان؟ كم يعني انزل كم زاد كم؟ قال ماي ما حاسب الماي اساسا. وبكم؟ كم؟ 5 ريال ماي. انزل خلا تعال باسالة حبيبي حبيبي تعال غالي تعال 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 ها؟ لحظة انزل لحظة 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 انزل لحظة 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 حبيبي كم الحساب؟ الماي الماي كم الحساب؟ لحظة 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 كم الحساب؟ كم الحساب؟ الحساب 34 300. هو نفسه؟ هو نفسه. في شيء زاد؟ الماي الماي هذاك الماي. اي ماي؟ ثانية واحدة انا اقول لك بدون ماي ولا بالماي؟ لا لا هذه هذه الفاتورة مع الماي مع الاكل مع الشرب. بدون ماي الاكل كامل بدون ماي بعد الخصم كمان. كامل كم؟ كامل كل شيء 34 300 بدون الماي الكبير. جيب الباقي. ماي ماي. مو الماي. مو ماي ما تأشر ما تأشر مو الماي باين ها؟ في ماي ما حاسبينه. نجيب انزل باقي في ماي ما حاسب. تعال زيت انزل. انت ليش مهتمته؟ هو محله مين الشيخ بتاع حياك وين؟ خليته ذاك خلي الشيخ انت ما واثق فيني؟
ما واثق اقسم بالله ما واثق حبيبي والله ما الماي ما مدفوع امورك طيبه ان شاء الله هي دي الفاتوره 34 300 تناولونا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله ماي ما مدفوع والله ماي ما مدفوع زين ماي 100 بيسه صح ولا غلط يا الله نص ريال خمسه ما اخذ الماي كبار هين خمسه هين هين من ساعه هين اثنين دبتين من ساعه يوم ما اكلين خمسه عشان تعرف المكونات اللي تريد ايمن لكن مصخته مو 200 ريال حال راشن ما باغين بيض بيض شوكه زين جبن وعسل وخبز لبناني ذا 200 ريال خلينا بشتي بس يا اخي عبدو يا اخي والله العظيم خلاص يا اخي لا لا حسين ترى هو اللي يطبخ انا بشتي الاغراض خلاص عبدو انت مو مدرك في السوالف عبدو انت خبرني اكتب وش اللي تريده كتب وسلم حبيبي انا ما احب اكتب شيء اشوف عبدو ما عديد نحن بكره بنروح صاله اركب الله يخليك بس ما شوف انا خبرتك لا يا اخي سامان انت يعني خلاص خلي شيء لا حتى حسين ما تحمل مكونات القبولي ايش يلا اكتب لي وش ليش اكتب لك زين هو بيروح تو مساحه حل خبث لا في المساحه بريحك بدفع بجيب لك فاتوره وحولها عفوا عاد شاف قول لك سالفه السفايف 286 500 ريال زين زين كم تكلفه ما تمن فيني البطاقة أعطي أخوي يعقوب أنا بس بسوح أنا عارفين لك بتجيب صح عارفين لك بتجيب صح أعطيني البطاقة أقولكم تو ذا مو ما ما ساوي عينكم ذا ما أعرف والله بريحه والله زين أيمن باغي ترجع لحظة أيمن 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 ماسي باغي ترجع أنا جاي للتعب أنا بشتري الأغراض أنا تو جاي صلالة مو أنا مو قبولي سوالف ماسي قليل عزازي عبدو 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 والله العظيم ضيعتوا علينا يوم ما طلعنا الشيف قليل يطلع يشتري الاغراض الشيف بيكتب المكونات يجهز لي اياها انا اعرف نص عبدو انا اعرف نص عبدو قرفه وذاك مساعدين احنا كله ضيعتوا من امس لليوم 12 ساعه في الشارع 6 ساعات سولفوا 5 ساعات تاكلوا ترى هي خلص اليوم عنك لا الحين بوفر الوقت تو انا بعرف الاوتفيت انت مصور لنا حال مو عشان المطعم ونرجع انتوا لا انا قلت لك والله نعرف نقسم خلق والله نعرف حبيبي هاو ماتش هاو ماتش حسين ما يصير ها 4.2 ها اوكي اهو خلاص دفعنا غريبه ما اعطيته خلي خلي انا فاهم ترى هذه باي بخشيش ها لحظه انا بسوي ليش دفعت ماله كان تبى تدفع اذا انت كان بدفع بقول له برينج ماي ماني خلاص دام لك دفعت اخوك وخبزتي دينك بابا خشيش لا امسك كبلي ومن قال نعم انه من قال ايه صوب الجبل وين رايح ترقع حالنا ها ترى شوف الفيديو الجاي ها ترقع النص وتقول لي جيب مال الباقيات يا اخي هذه ذي العرجه ذي وين كيبان كبار ها هذه ذي كيبان كبار وين الله يعيننا بس مو كيبان كبار يا اخي يا والله العظيم ما اثر الخوض عندك كلمه يا اخي من تجيب فلاش في راسه روح اقول لك يوم جيم صلاله والله ممكن تدق فوق 55 ريال من تعطي 10 يرجع 7.5 تعطي 5 يدق ريالين ونص من كاكو يطيح فوق باد دايت من يطلع من عندك انت مو جيت مو تسوي واحد هل مو زدت واحد الباقي وين حبيبي ترى اقول لك خفن فلوس الباقي جيب ماي فريند ماني ماني وير لحظه ما كلمتك عن هذا جيب جيب بايا تنزغ هي ميك انذر كوفي اونلي كاب رايت قد مو كشف لا لا مو لحظه مو وقت زين مطلوبات بس زين ايوه لا انت مو قلت اول زد قهوه هذا مو انا في الحسابات تابعوا لا مو ذا ما اقول مو ذا انا ببخل بعقله انت